السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم محاضرتنا راح تكون عن النوع الثاني من أنواع الكراونز اللي راح يعني اللي إحنا راح نستعملها بحياتنا اليومية. النوع هذا يسموه فول متل كراون وذ فيسينج، ونقدر نقول عنه نقدر نقول أنه هو بورسلين فيوز تو متل، أو يقولون متل وذ بورسلين. الفكرة شنو هي الفكرة؟ الفكرة أنه أساس الكراون الداخلي راح يكون، راح تجيكم بعد شويه صوره، اساس الكراون الداخلي راح تكون معدن، لكن الشكل الخارجي اللي مبين للنظر راح يكون مطلي بماده خاصه من السيراميك، نوع خاص من السيراميك، ولذلك يسموه بورسلين فيوز تو متل لانه البورسلين ملتحم بالمعدن، وكذلك يسموها فول متل وذ فيسنج بي فيسنج ماتيريال. زين، طبعا كل نوع الانديكيشن كونترا انديكيشن وهكذا. الانديكيشن مالته انه يعطينا الاستاتيك، يعني احنا نستفاد منه بالاستاتيك لانه الماتيريال هي بورسلين اللي راح تنشاف بالعين سيراميك. النوع الشغله الثانيه هو انه يعني الانديكيشنز مالته لما نحتاج الى استاتيك، لما يكون عندنا فراكتشر توث، لما يكون عندنا توث وذ لارج فولينج ريستوريشن، ومثل ما قلت لكم النقاط الثنين الاخيرات اللي هي مثل بريدج ريتينر واندودونتك ريتريت تيث، تقريبا لكل انواع الكراونز عدا البارشال كفرج كراون اللي هو 3 كوارتر كراون. زين، الكونترا انديكيشن مالتي امتى ما استعمل هذا النوع من البريدج تيث وذ لارج بولب، لانه انا بما انه عندي متل وعندي فيسنج ماتيريال وياه فراح يكون ثيك، فلذلك راح احتاج اخذ من السن كلش هوايه، ولذلك اذا كان التوث بي لارج بولب ممكن يصير عندي بولب اكسبوجر. وكذلك نفس الفكره اذا كان شورت كراون ما راح وانا اخذ منه زايد راح يصير very thin and very small tooth very short tooth، وبذلك راح يكون الريتينشن مالتي قليل والريزيستنس. نمبر 3 patient with poor oral hygiene، لانه هذا النوع بمعدن وبمتال وبفيسنج ماتيريال اللي هي البورسلين، ممكن انه البور اورال هايجين. طبعا هو البيشنت وذ بور اورال هايجين تقريبا كونترا انديكيتد لكل انواع البريدجز، فيعني تقريبا هاي كومن كونترا انديكيشن. زين، اذا نجي للادفانتج مالته، شنو الادفانتج مال هذا النوع من البرج؟ هذا النوع حصلنا السترينث مالت المتل، وحصلنا بنفس الوقت الاستاتيك افكت مالت البورسلين او السيراميك. زين، ديس ادفانتج مثل ما كاتب لكم اني، انه بما انه بيها فيسنج ماتيريال وبيها متل، فلذلك راح يحتاج انه نوخر هواي من التوث ستراكشر، ولذلك راح يكون هو ليس كونزرفاتيف than other than full metal crown مثلا. زين، نمبر 2 increase the potential for periodontal disease، مثل ما قلنا بما انه اكو معدن واكو بورسلين ماتيريال كره راح تكون قريبه من الجنجايفال مارجن او مرات سب جنجايفالي، لذلك راح يكون اكو فد food impaction، اكو فد periodontal disease الا اذا كان patient good oral hygiene. نمبر 3 لانه السيراميك موجود بهذا بهاي النوعيه وتحت متل، زين، فراح يكون بريتل، هو سيراميك اصلا بريتل، وهنا هو راح يكون جواه معدن فراح يكون مور بريتل، فلذلك راح تجينا هواي حالات من انه البورسلين يكون مكسور وطالع المعدن الجواه، خاصه اذا كان التصميم مالت البريدج او كان الشغل مالته مو خوش. زين، هاي هي الصوره مالته على اليسار، صوره النوع اللي انا مراويكم اياها سابقا اللي هو الاساس مالته معدن، الجزء اللي بيتربط بالتماس مع التوث ستراكشر راح يكون معدن، والجزء الخارجي راح يكون مغطى بالسيراميك. طبعا اكو منه مرات بعض التكنيشنز شو يسوون مثل هاي الصوره اللي هنا، يخلون الفيسنج ماتيريال بس ليبيالي ميزيال ديستال ليبيال انسايزال، باليتال ما يخلون، يخلون بس معدن، هذا اللون الاحمر هو المعدن، وهنا كذلك شوفوا مخلين الفيسنج ماتيريال بس بكالي وكاسب كفرج، بينما باقي الماده هي معدن. احنا بهذا الشيء طلاب راح نسوي كونزرفيشن للتوث، راح يصير مور كونزرفاتيف، لانه المكانات الاخرى اللي ما بيها سيراميك انا راح اخذ منها اقل من ما لو اجيب سيراميك واحط بعد هنا، لكن بنفس الوقت راح يبقى المعدن يبين لما يضحك البيشنت او يحكي، راح تبقى هذا الاوكلوزال سيرفيس مبين، ولذلك احنا اتجهنا هسه حاليا، يعني صار فد 10 15 سنه اتجهنا الى هذا النوع اللي تشوفوه على اليسار، اللي هو السيراميك يغطي المتل من كل الجهات عدا فد 1 مليم قريب من اللثه، وهذا في الشيء ما راح يبين كلش. طلاب هاي علي الصوره على اليمين هي الدايمنشنز مالت هذا البرج، هذا الكراون، طبعا بعض الدايمنشنز ما مطلوبه طلاب، مثلا هسه هذا الـ 0.5، هذا اللي هنا هذا ما مطلوب،
0.3 ما مطلوب، وانما انا ايش اريد منكم؟ اريد منكم ليبيالي ايش قد اكو سيراميك، ايش قد اكو معدن، وانسايزل ايش قد اكو سيراميك، باليتر ايش قد اكو سيراميك، ايش قد اكو معدن. ومرات اقول لك يعني مثلا الكلي الريدكشن الكلي، فانت ايش راح تحتاج؟ راح تحتاج انا اضيف ال 1.2 مثلا. راح يجيك سؤال يقول لك the reduction on the labial surface for full metal crown with facing is كذا فراغ، راح اضيف لي ال 1.2 ملم اللي هي مال السيراميك، واضيف لي ال 0.3 ملم مال المتل. شو تقول لي؟ تقول لي 1.5 ملم، ماشي. وكذلك هاي القياسات الاخرى مثل ما تشوفون هنا أنا ايضا مثلا هذا القياس ما مطلوب، مثلا هذا مطلوب، هذا الاثنين، هذول الاثنين مطلوبين، هذا مطلوب، هذا مطلوب، هذا مطلوب، ما عدا هذا اللي هنا ما يكون مطلوب، وهنا عندنا هاي 0.5 ما مطلوبه، الباقيات كلهن مطلوبات. زين، لما نشتغل راح تجون البريبريشن. طلاب البريبريشن انا حاكي لكم عليه وقايل لكم انه البريبريشن هو للخامس، للمرحله الخامسه راح نحكي بيه اكثر، لكن هنا بالثالث انتم تحتاجون ان تعرفون البيسكس مالته. اكو فد مكان البريبريشن مالته ما يختلف ابدا عن الفول ميتال كراون اللي قبله، عدا بالدايمنشنز. دايمنشنز مثلا بالفول ميتال هنا قايل لك اخذ 0.5 مل مليمتر، هناك قايل لك انا اخذ 1 مليم، فهاي يعني ما بيها مشكله. اكو نقطه مهمه اللي هي قايلين احنا قايل لكم اني على البكل سيرفيس اوف ذا ابر مولر تيث، بكل سيرفيس اوف ذا البكل سيرفيس اوف ذا لور مولر تيث والباليتال سيرفيس اوف ذا ابر مولر تيث، على هذين التو سيرفيس البريبريشن مالتنا يكون ان تو بلينز. شنو معنى التو بلينز طلاب؟ شوفوا الصوره اللي على اليمين، معناها انه اني مره اشتغل، اول مره اشتغل البريبريشن بهذا البلين، هذا شوفوا هذا الخط الاحمر، وبعدين راح ارجع اغير البلين مالتي واسوي هيك، بس ما اسوي السن كله هيك يعني خط واحد هيك هيك، لا خط هيك وخط هيك الدور، مو خط واحد مايل بهالشكل هذا. ليش طلاب؟ اول شيء تو فولو ذا اناتومي اوف ذا تيث، نمبر 2 تو انكريز ذا سيرفيس اريا، لانه هنا اذا سوينا خط بهالشكل هذا فقط راح يصير السيرفيس اريا يؤدي اقل من ما لو خطين بهالشكل. نمبر 3 وهي هاي المهمه تو افويد بالب اكسبوجر. طلاب هسه انا راويكم بالصوره، هذا هو البالب نورمال، بس مرات يجينا البيشنت عنده البالب مالته واصل لهنا. زين، فاني اذا اجي واسوي بهالشكل هذا الخط مالتي الكات، انا ممكن اضرب البالب بهالمكان هذا. اذا سويت الكات مالتي بهالشكل وبعدين بهالشكل راح يصير عندي يعني تجنبت البالب اكسبوجر قدر الامكان. وتو جيف انف ماتيريال فور ذا ستارتنج ماتيريال. زين، بالبريبريشن ايش كاتب لكم انا؟ كاتب لكم ديبث اورينتيشن سكرو اورينتيشن جروفز. طلاب ديبث اورينتيشن جروف نقدر نحطها وين ما نريد، لكن بعد مده بعد ما نتعلم نشتغل احنا ما راح نحط ديبث اورينتيشن جروف، راح نمشي شغل. هذا الحكي للمبتدئين، للناس اللي يبدون يشتغلون 100% اكاديميك. زين، فهنا انا اشوفه اوكلوزالي نسوي هذه الفينشنج الديبث اورينتيشن جروفز، ومن بعد ذلك نشيل التوث ستراكشر اللي ما بين تو جروفز. شوفوا وهنا مسوين ديبث اورينتيشن جروف، راح اشوفوها بالنكست سلايد شويه اوضح. هنا الليبيال سايد اوف ذا سنترال، الليبيال سيرفيس اوف ذا سنترال، حطينا 3 ديبث اورينتيشن جروفز. من بعد ذلك اجينا بالبير نوخر الماده ما بين كل تو جروفز، بعدين راح نوخر هاي الماده مال ذن التو جروز، بعدين راح نوخر البروكسيمال اريا، وشوف شلون ينتج لكم التوث ستراكشر. هذا به فوائد طبعا انه نشتغل على هيك شيء، هو انه يعطينا انديكيشن ايش قد انا شلت من التوث ستراكشر، لانه انا بالديبث اورينتيشن جروف خليت البير كله يغطس او نصه يغطس، انا حسب ما اريد. ان كان البير هو من نوع ال 1 ملم القطر مالته، فان خليته نصه يغطس معناها انا نزلت نص ملم ديبث. وان كان نزلت كل يغطس خليت البير كله يغطس بهذا الجروف، معناها انا سويت ديبث اورينتيشن جروف اللي هو الديبث مالته 1 مليم. لما اشيل الماده اللي بيناتهن انا حصلت على بريبريشن للسيرفيس 1 مليم. ما شاء الله، يعني شوي ممكن صعبه عليكم هاي الفكره، بس يعني يعني موجوده هي بالمكتوب بالماده المكتوبه، وموجوده بالفيديوهات اللي على الاونلاين على اليوتيوب، وراح تشوفوها ان شاء الله بالعملي. يعني هذا الحكي كله لازم يتوضح كلش بالعملي. شكرا جزيلا طلاب.